بخير يا فندم. فنون كابتن سيف، ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور، بتشرف بوجود حضرتك دايما. انا بتشرف بحضرتك جدا، متشكر بحضرتك جدا. صاحب افضل منظومه رائعه الحقيقه، منظومه طبيه رائعه داخل نادي الزمالك تحت رئاسه حضرتك. متشكر يا فندم، متشكر بحضرتك جدا، ربنا يخليك. طمنا يا فندم على فرجاني. فرجاني خد كدمه في قدم رجله امبارح او في وش رجله امبارح بعد الماتش. كانت بالنسبه لي حاجه بسيطه يعني، اشتغلنا يعني، ما كانش محتاجه ان انا اعمل اشعاعات ساعتها او حاجه يعني. كنت مطمن تحت ايدي ان ما فيش حاجه في العظم الحمد لله يعني. يعني جاهز يا فندم للمباراه القادمه؟ هو بكره ان شاء الله هبص عليه يعني، يهمني اول 24 ساعه ان ما يحصلش تورم او حاجه في القدم. فاشتغلنا وانا كلمته من شويه، طمنت عليه يعني هو احسن، بس بكره برضه هبص عليه. لو لقيت الدنيا بكره تمام هيبقى جاهز، مفيش مشكله خالص. طيب ما يخص يا فندم عبد الشافي، اخر تطوراته واخر مواعيده؟ عبد الشافي انا يعني هو الاصابه برضه، عشان كان ناس كتير متلخبطه في القصه بتاعت شافي. عبد الشافي كان عنده طبعا كسر في الترقوة، ده خلاص الحمد لله التأم والدنيا بقت كويسه بعد ما طولنا فيه شويه. بعد ما رجع التمرين كان بيتمرن كويس يعني، قدر الله ما شاء فعل حصل له اصابه في الركبه في الغضروف الخارجي، وهو دلوقتي بيأهل مع دكتور عامر المطراوي، واحنا في المرحله الاخيره باذن الله، وان شاء الله غالبا بعد ما يرجع من السنغال هيرجعوا باذن الله يا رب. ان شاء الله. محمد عواد يا فندم. محمد عواد كويس، محمد عواد كان في التمرين بس كان في اخر تمرين هنا في الاستاد القاهره اليومين قبل ماتش الجزائر، كان خد كدمه في ركبته كده، فركبته ورمت شويه، ففضلت ان انا اريحه، وان شاء الله في التمرين بكره يبقى موجود باذن الله، مش في مشكله خالص. المسلوسي بيتمرن يعني، رجع الحمد لله من الاصابه اللي كانت ركبته، مفيش مشاكل بالنسبه لي خالص. في يا فندم اي اجراءات قبل السفر او في اجراءات متبعه جديده ولا الامور كلها على ما يرام؟ والله انا كنت لسه بتابع مع الجهاز الاداري عندنا قبل الماتش ده، بسالهم على ان احنا دايما في خطابات بيننا وبين السفاره بالنسبه للحاله الصحيه في السنغال، فكانوا طمنوني ان بالنسبه للكوفيد الدنيا هناك هاديه، بس انا كنت انا بحب برضه انا يعني اقعد انا بسيرش كلام على نفسي، فانا كنت شفت شويه حاجات عن الحمى الصفراء هناك. ده كان في من البدايه في 2021 كان في حالات هناك جديده، فانا ده عايز اشوفه. احنا كده كده واخدين تطعيماتنا وبنراجع تطعيماتنا تاني، وانا كنت طلبت من كابتن اشرف وكابتن حليم ان انا طبعا تاجيل ماتش الحرس ده هيساعدني ان انا عايز اسافر يوم بدري قبل البعثه عشان اطمن على الاوتيل هناك من ناحيه الكوفيد، من كل الاجراءات الوقائيه، مش عايز اسيب حاجه للصدفه بصراحه. احنا في العادي في سفرياتنا العاديه حضرتك عارف بيسافر حد من الجهاز الاداري وبيسافر مع الشيف بتاعنا وعشان التحضيرات، وانا ببقى براسل الاوتيل بالايميلات عشان خاطر ال عن طريق الميل لو عشان خاطر الاجراءات اللي ليها علاقه بالريكفري والحاجات دي والترتيبات بتاعتنا. بس في موضوع الكوفيد بصراحه انا ما بثقش ان انا اشوف كل حاجه بعينيا يعني، عشان ما تسيبش حاجه للصدفه يعني. بس يعني الحقيقه بشكر حضرتك وبحييك دايما من اعداد الحمد لله فضل الله، مش عايزين يعني نقر على ظروف كورونا والامور اللي موجوده عند حضراتكم والسيستم الرائع اللي موجود في نادي الزمالك، ويا رب يفضل كده يعني، ان شاء الله باذن الله تفضل الامور ماشيه بشكل جيد طول ما في اجراءات وقائيه سليمه. ان شاء الله باذن الله، باذن الله اتمنى لينا والانديه كلها ان الموضوع ده يعدي وما يحصلش مشاكل عند اي حد باذن الله خالص. يا رب يا فندم، بشكرك يا دكتور، بتشرف بوجودك معايا. متشكر يا كابتن سيف، تحت امر حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد اسامه رئيس المنظومه الطبيه داخل نادي الزمالك، بشكره شكرا جزيلا.